إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أصدقائي محبين لعب كرة القدم، كنقدم لكم هذه اللعبة اللي أنا شخصيا كتعجبني بزاف، اللي هي FTS 2021، وهي لعبة ممتعة محاكية للواقع ديال كرة القدم، بحيث أنك كتلعب 5 البطولات، كتخسر الفريق اللي بغيتي، ومن بعد كتجول في الفراق كيف ما بغيتي، بينما مني كتألق يعني كيبغيو يتعاقدوا معك فرق اخرين. هادشي اللي كيعطي لهاد اللعبه هادي يعني واحد اللذه وواحد الجماليه لا يعلمها الا الذين يلعبونها. المهم نتوما غتشوفوا واحد الماتش دابا، انا كنلعب بفريق اليوفي مع بعض التعديلات، يعني شارين بعض السميات وكذا. المهم لازلنا في تعديل التشكيلة، هذا دور 16 من دوري ابطال اوروبا ضد فريق البايرن، مرحلة الذهاب. كيف ما كتشوفوا يعني تقنية رائعة وهائلة، حتى هاد اللعبة هادي مصممين هاد اللعبة هادي يعني ناس محترفة. الكرة الآن ملعوبة للبايرن، ليفاندوفسكي رجع إلى غوميز، لكن مقطوعة من دفاعات اليوفي، تمريرة أمامية، لعبة 1-2 من فريق اليوفي، يتقدم اللاعب ويسدد، لكن حارس المرمى متيقظ كل اليقظة. هذه أول محاولة لفريق اليوفي ضد فريق البايرن، ركنية ليه لصالح فريق اليوفي، رونالدو في التنفيذ والعرضية، ولكن حارس المرمى في المكان المناسب. والآن ركنية ثانية، ديبالا ينفذ والهدف، الهدف الأول لصالح فريق اليوفي عن طريق اللاعب سامي خضيرة، هدف جميل، رأسية محكمة، كرة، وهذا هو سامي خضيرة، تلعب الكرة لين ملعوبة في وسط الميدان، ترجع إلى دفاعات البايرن، تلعب أمامية لكن مقطوعة من فريق اليوفي، فريق متيقن. تلعب الكرة لين، وماذا هذا؟ والهدف الأول خطأ فادح لحارس المرمى، ما هذا يا تشيزني؟ ما هذا؟ أترتكب خطأ أمام ليفاندوفسكي؟ أولا تعلم من هو ليفاندوفسكي؟ ليفاندوفسكي هذا هداف بالفطرة، شوف. كرة بلا وبلان، فريق اليوفي تلعب أمامية، تسديدة لكن الحارس يتصدى. هذه إعادة هذه الهجمة، ما هذا؟ الأرضية الآن، ركنية في التنفيذ، رونالدو
يسجل كوادرادو يسجل هدف التفوق لصالح اليوفي، تألق رائع من اللاعب كوادرادو. شوف رونالدو، المهم النتيجة الآن 2-1 لصالح فريق اليوفي الإيطالي. كوادرادو هو مسجل الهدف الثاني، تلعب كرة لصالح فريق البايرن، يلعب كرة أمامية لكن تقطع من فريق اليوفي. اليوفي يلعب وسط الميدان، تمريرة طويلة في العمق لكن تقطع من دفاعات البايرن، تعود لفريق اليوفي. فريق اليوفي، ماذا ضعت يا رونالدو؟ تلعب الكرة من ساندرو، ألكساندرو يلعب التماس عرضية تقطع من مولر، مولر في اتجاه ساني، لوروا ساني يلعب المرتدة لصالح البايرن لكن بطيء جدا يا ساني. تلعب كرة من جديد لصالح فريق اليوفي، عرضية تقطع من دفاعات الألمانية، تلعب من جديد في وسط الميدان. هذا هدف عالمي، هدف عالمي من رونالدو، هدف ولا أروع يا رونالدو، إنه كريستيانو رونالدو يمتع ويبدع بمقاسية ولا في الأحلام. شوف حتى لو كان الشوف ما يبرد الجوف، شوف يا ولد شوف. يا سلام على كرة القدم، حتى في الألعاب ممتعة، حتى في الألعاب مسلية، حتى في الألعاب ترى فيها ما لا ترى في غيرها. شوف رونالدو والمقصية الهوائية في الزاوية، يا سلام سلم. كريستيانو رونالدو يسجل أول أهداف ليه ضد فريق البايرن. تلعب كرة، النتيجة الآن 3-1 لصالح فريق اليوفي. تلعب طويلة، وبهذا تأتي صافرة الحكم معلنة عن نهاية الشوط الأول. الآن أعزائي ننتظر الصافرة لبدء الشوط الثاني. نعم، وبهذا بدأنا. فريق اليوفي لا زال يستحوذ على الكرة كما يريد، وفريق البايرن لا زال لم يقم بردة فعل. لوكاس مقطوعة من اليوفي، اليوفي تلعب، عرضية من اليوفي، والله لكن نوير حاضر، نوير يصد الكرة ويلعب كرة طويلة، مقطوعة من دفاع اليوفي. تلعب كرة لين، تلعب بالعرض، ماذا يا رونالدو؟ ماذا؟ أوجعتهم وقهرتهم. نعم، إنه كريستيانو رونالدو، هدف جميل جدا على الطاير كيف ما يقولوا. الله عليك يا حبيب والديك، شوف كرة جميلة، اليوفي والتألق. هدف أقل ما يقال عنه أنه رائع، وهذا هو كريستيانو رونالدو في الواقع أو في المواقع يبدع. نعم، إنه كريستيانو رونالدو حتى في العالم الافتراضي يأتي بالإبداع دائما وأبدا. هنا تغيير، إخراج اللاعب آرتور وإدخال خامس ماديسون. الآن ديبالا يخرج حتى هو، إشراك برناردسكي. ملعوبة كرة لصالح فريق البايرن،
البايرن لا زال يقاتل ويكتف الهجمات، لكن لم نرى شيئا لحد الآن. مانويل نوير، كاد أن يفعل الخطأ الذي ارتكبه تشيزيني في الشوط الأول. كرة ملعوبة الآن في الأطراف، خطأ. هذا هو التغيير أعزائي. البايرن حتى هو يقوم بتغيير إشراك توليسو. كرة ملعوبة لكن حارس المرمى يصد هذه الهجمة وهذه المحاولة. كرة الآن ملعوبة من حارس المرمى، يلعبها طويلة في اتجاه هجومات فريق اليوفي. جنابري يلعب كرة إلى بافار. بافار، ماذا تفعل يا بافار؟ ماذا يحصل على خطأ. دافيد ألابا يخرج ويشترك بواتينغ. كرة ملعوبة. ما هذا؟ تلعب من فريق اليوفي، يركز على الأطراف فريق اليوفي ويرجع بها إلى الخلف. تلعب إلى كوكس إلى ماديسون، لكن وسط ميدان فريق الباير يقطع. تعود الكرة لفريق اليوفي يلعبها في العمق، لكن تقطع من دفاعات البايرن. ونشاهد هذه الهجمة المرتدة لفريق البايرن. شوف 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 هذه الهجمة، هذه شوف البايرن حتى هو ليس بالفريق السهل. ليفاندوفسكي يفعل كل شيء ويسجل. نعم، إنه هدف جميل من ليفاندوفسكي. هجمة مرتدة تثمر هدفا ثانيا لفريق البايرن. نعم، وبهذا تصير النتيجة 4-2 لصالح فريق يوفنتوس. هذا هو الهدف. إذن شوف توغل من اللاعب ليفاندوفسكي، ومهارات عالية من ليفاندوفسكي. سيطر على الكرة، قوي جدا ليفاندوفسكي، ويسجل. النتيجة الآن تشير إلى نتيجة 4-2. وعلى فكرة الهدفين المسجلين لفريق البايرن سجلهما ليفاندوفسكي. وبهذا تنتهي المقابلة. نلتقي أحبائي في مباراة العودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.